السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، إن الحمد على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، حضرتي رئيس الميمون وإخوان الطلاب وإخوان المؤمن، إن هذا اليوم يوم الخامس، اليوم هو حفلة الأسبوع، وفي هذا لقاء حدود مدير الجلسة اسمي في الخطبة العربية، فسأسر لكم في حال وقائي، أي اغفر لي يا أخي الكريم. الله ربي ورب كل شيء، هو خالق كل شيء، له الملك وله الحمد. الله أحد، ما له شريك، هو عالم بكل شيء، هو سامع بصير، وعلى كل شيء قدير. الله خلق الأرض والسماء، خلق السمع والبصر والفوائد، خلق كل شيء. الله خلق كل شيء. الله رازق يرزق الإنسان، والحيوان يرزق كل شيء، هو ربي وأنا عبده. هادني ربي إلى صراط مستقيم، له الحمد وله الشكر. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد الكون وسيد الإنس والجن، هو رسول الصادق وإنسان كامل. أنا مؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، له حبي له طاعتي. نزل كتاب الله القرآن الكريم، القرآن كتاب مقدس، هو كلام الله كلام محفوظ، هو قانون الإسلام ونظام الحياة. أنا مؤمنون بالقرآن الكريم، أنا أقرأه وأفهمه وعمل به. تلاوة القرآن محبوبة لكل مؤمن، وفهمه ضروري وعمل به لازم. أنا مسلم بفضل الله. المسلم لا يكذب ولا يغدر ولا يبخل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.